يقول السائل: لدي مال كنت أتاجر به أبيع وأشتري، وهذا المال من كسب طيب، ولكن في بعض تجارتي كنت أغش فيها الناس، فما السبيل إلى التوبة من ذلك؟ التوبة إلى الله عز وجل وعدم العودة إلى هذه المعاملة، والندم على ما فات وترك هذه المعاملة المحرمة. وإن كان عندك مال وصل إليك عن طريق الغش والكذب تصدق به، تخلص منه بالصدقة. نعم.